اهلا بيكم في برنامج دعوة الاولاد ليأتون اليها. طبعا دي آية في الانجيل قالها السيد المسيح لما كانوا الاطفال جايين عشان يكلموه. معانا طفلة جميلة، اسمك ايه يا حبيبتي؟ انا اسمي توتا. اهلا بيك يا توتا، شرفتينا في قناة كوجي. ميرسي خالص سيدنا. صحيح نسيت اعرفك، معايا هنا على شمالي عندنا صلصاليكو. ازيك يا توتا، منورانا في قناة كوجي. ميرسي خالص صلصاليكو، ولا اسمه ايه؟ اسمي صلصاليكو يا توتا، صلصاليكو. صلصاليكو، برافو كده صح. ومعايا كمان على يميني معايا خلطة. اهلا بيك يا سيدنا، اهلا بيك يا توتا في قناة كوجي. اهلا بيك يا خلطة، انت اسمك جميل قوي. ميرسي يا توتا. عايز بقى ارجع لتوتا اسألها سؤال. ايوه يا سيدنا. انت بتروحي مدارس الاحد ولا لا؟ ايوه طبعا، انا كل يوم جمعة الانكل بيعدي عليا ياخدني مدارس الاحد. انكل بتاعكم ده جميل طالما بيعدي عليكم. ايوه بس عندي سؤال. اتفضلي. ازاي بروح مدارس اسمها مدارس الاحد وهي يوم الجمعه؟ اولا يا حبيبتي اللي عمل مدارس الاحد الارشدياكون حبيب جرجس، وكمان هو اللي اطلق عليها مدارس الاحد، عشان كده احنا مسمينها مدارس الاحد، لكن احنا خليناها يوم الجمعه عشان خاطر الناس كلها بتبقى اجازه فبيودوا عيالهم مدارس الاحد. على كده بقى خلطة وصلصاليكو بيروحوا مدارس الأحد ولا لأ؟ أيوة طبعا يا سيدنا، لازم أروح مدارس الأحد. وانت يا خلطة؟ وانا كمان بروح مدارس الأحد ومستفيد معلومات كتير. شاطرين شاطرين. قوليلي بقى يا توتة. أيوة يا سيدنا. ايه هوايتك اللي بتحبي تعمليها؟ أنا عندي هوايات كتير بابا يسوع الدهاني. يا سلام، عايزين نعرفها. أول حاجة أنا بحب قوي مساعدة الناس، عشان بابا وماما قالولي إن مساعدة الناس دي هواية جميلة. شاطرة. وإيه كمان؟ وعندي كمان بعرف أعزف حلوة قوي. ياه، وإيه كمان؟ وعندي كمان موهبة حب الناس. شاطرة. وإيه كمان؟ عندي حاجات كتير قوي قوي قوي. أنت جميلة خالص خالص. وخلطة بقى بتحب تعمل ايه؟ انا بحب اطلع على قناة كوجي عشان اعلم الاطفال ان ازاي يحبوا بعض ويساعدوا بعض. يا سلام. وايه كمان؟ وكمان عندي مواهب كتير. زي ايه؟ زي ايه يا خلطة؟ بتعرفي تعزفي؟ انا شفتها يا سيدنا بتعزف، بس هي مش عايزة تقول قدام الناس. هي مكسوفة صح ولا ايه يا خلطة؟ لا. طيب وانت بقى يا صلصاليكو ايه هوايتك غير الرسم؟ انا بعرف اغني كمان، وكمان بحب اعلم اطفال كوجي الرسم، ومش بس كده بعلمهم الحاجة وكمان بقولها لهم بالانجليش علشان يكون عندهم لغة سليمة وصحيحة. برافو يا صلصاليكو، برافو يا ولاد. تعالوا نصلي مع بعض، نقول أبانا الذي عشان نختم البرنامج. أنا عندي حاجة الأول قبل أبانا الذي. اتفضل يا توتة. أحب أشكر قدسك يا قدس أبونا، ولا اسمك إيه؟ ده سيدنا أنبا مرقس يا توتة. سوري يا سيدنا الأنبا مرقس. ولا يهمك خالص. أحب أشكرك إني كنت معاك النهاردة، وأشكر خالتك كتير. ميرسي يا توتا. وأشكر كمان صلصاليكو على إضافته الحلوة ليا في البرنامج الجميل، عشان صحابنا يشوفونا ويتعلموا مننا المحبة والعطاء. ميرسي يا توتا، أنت نورتينا ونورتي كمان قناة كوجي كلها. ميرسي خالص خالص. إحنا بنشكرك. وأنا النهاردة أنا وخالتك بنحب نشكر سيدنا كتير كتير خالص يا أصحابنا، علشان هو بيحب كل الأطفال الجمال اللي زيكو، وبيحب كل الناس اللي بتشتغل في قناة كوجي. أنا بشكرك يا صلصاليكو أنت وخلطة خالص، عشان أنتوا بتتعبوا معانا في القناة. وخلطة بقى ملهاش كلمة في الآخر ولا إيه؟
شكرا يا سيدنا انك بتتعب معانا في قناه كوزي. عفوا يا خلطه. يلا بقى نختم البرنامج يا اولاد عشان نصلي. يلا نصلي الاول. ابانا الذي في السماء الصلوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الارض، خبزنا كفانا، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن اكفنا من الشرير. وتصلوا يا أولاد يا خالص يا سيدنا، وكل برنامج وانتم بخير. كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وانتم طيبين. لا وكمان خلطة ولا اسمه ايه دوت سلسليكو نسي كمان يقول لك يا سيدنا بمناسبة 2020 السنة الجديدة. وانت طيبة يا توتا، انت وخلطة وسلسليكو، انا بشكركم خالص خالص، واحنا كمان بنحبك وبنشكرك خالص. شكرا يا حبايبي، والى اللقاء في حلقه تانيه. باي 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 يا اولاد. دعوا الاولاد ياكلوا.